مشاهدينا الكرام حياكم الله، ما زلنا في هذه المتابعة الخاصة لفريق إكسترا نيوز من هنا من المعابر الحدودية المصرية السودانية قسطل وأرقين. نحن هنا في معبر قسطل حيث المستشفيات الميدانية العمل بها لا يتوقف على مدار الساعة، وهذه المستشفى التي نحن بها الآن هي نموذج عملي لحجم الخدمات التي تقدم، الخدمات الطبية والدوائية. نتحدث حتى الآن ما بين 7 إلى 8 آلاف من القادمين من الجانب السوداني زاروا هذه المستشفى الميداني وغيرها من المستشفيات الميدانية المجهزة بأحدث الأجهزة وطواقم بشرية تعمل على مدار الساعة. معنا نموذج لشقيق سوداني عبر الحدود منذ قليل وتم نقله عبر الإسعاف المصري من الجانب السوداني حتى هذه المستشفى حيث نحن متواجدين الآن. سنتعرف عن طبيعة الحالة وأيضا الخدمات التي قدمت له منذ وصوله لهذه المستشفى. احنا جينا لأهلنا الأشقاء في مصر، قابلونا أحسن المقابلة. والله أنا من جد دخلت المعبر وجدت كل الترحاب من مدير المعبر السيد العميد جزاه الله كل خير. هنا جيت لقيت وجدت كل الاحترام وكل التقدير، وشفت المعاملة، إنكم بتعاملوا الشعب السوداني معاملة يعني فوق المعاملات ذاته. الشعب السوداني شعب شقيق وفي غالبية عظمى مصابة بأمراض السكر. نلاقي إن في حرارة، نلاقي في سكر مرتفع، وإن النبض مش وضع مستقر. بيكون دورنا إن إحنا نبتدي فورا نحط الوضع تحت الاستقرار لحين نقله للبوابة الشمالية ودخوله لأسوان لتلقي الرعاية الطبية المنطقية. بشكل يومي إحنا بنستقبل الحالات اللي جاي محاولة بالإسعاف زي معالي المستشار بنفس الطريقة، تستقبل من على الباب للوحدة الطبية ثم تنسيق التحويل، وهو بيكون بشكل سريع جدا جدا جدا. دورنا ان احنا نحافظ على الحياة، نضمن جودة نقل جيدة للداخل المصري، وده بتنسيق مع الهيئة الإسعاف المصرية بشكل قوي جدا. هيئة الإسعاف حضرتك اللي قمت بنقله بالسيارة مزبوط؟ تمام. قول لي بقى الرحلة دي. والله أنا هي الرحلة دي بصراحة يعني أي حد من الجانب السوداني عامة، يعني أنا لي 12 سنة هنا في المعبر المصري، أي حد من الجانب السوداني بنتعامل معاه، أخ أب أم أخت أطفال، بنتعامل معاه أكننا شعب واحد. هذا نموذج مصغر لهذه الخدمات التي تقدم على مدار الساعة داخل هذه المستشفى الميداني، وأيضا هناك مستشفى ميداني آخر من قبل محافظة أسوان من خيرة الشباب الأطباء والجراحين الذين يواصلون الليل بالنهار هنا سواء في معبر قسطل أو أرقين لتقديم كل الخدمات إلى الأشقاء القادمين من الجانب السوداني. عوض الغنام، إكسترا نيوز من معبر قسطل.